التي تعلمنا منها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه السورة تعلمنا منها أن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة التي تعلمنا منها كرامة المؤمن عند ربه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه السورة التي تعلمنا منها أن ربنا سبحانه وتعالى جعل ميزان التفاضل بين الناس بالتقوى، وساوى بين الناس جميعا في كل شيء، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه السورة التي علمنا فيها ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان يحتاج إلى جهد وإلى عمل دؤوب وإلى قرب من العزيز الغفور سبحانه وتعالى، حينما قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه السورة التي تعلمنا منها أن نعيش مع رسول الله، وأن نتعلم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: تحب محمدا؟ فأجبتهم: أني بحب محمد أتعبد. لأن مش تبع الصلاة النبي عليه الصلاة، هو مش المفروض إن الليلة بنبدأ من دلوقتي كده من صلى عليا في يوم الجمعة ليلة الجمعة ولما حضرنا الحديث وخلاص، بس ما نطبقش يعني. عليه الصلاة والسلام، طب احنا عايزين صلاة على النبي جامدة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. مش حاسس المسجد اتحرك بالصلاة على النبي عليه وسلم. انا عايز الصلاه بتاعه القلب كده الجميل الحلو كده اللي بيحب النبي فعلا. والله عايز اقول لكم على حاجه، والله كل واحد فينا هيحتاج الصلاه دي لما نروح له لحد عنده ولما نقابله عند حضرته، هتحس بحلاوتها وبطعمها. مش وانت بتقولها دلوقتي، لما تروح له كده ان شاء الله ربنا يكرمك بالزياره وتقف قدامه تقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه. اللهم اجعلنا من اهل الصلاه والسلام عليه، واجعلنا من اهل المعيه معه، واحشرنا مع نبينا ومصطفانا وان قصرت اعمالنا فهو القائل: المرء مع من احب. فانا نشهدك يا ربنا اننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب ال بيته، ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وان قصرت اعمالنا. ومع كلمه استاذنا والدكتور محمد جوي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبعد، فيا أيها المؤمنون، هذه سورة كريمة يطلق عليها علماء التفسير بأنها سورة الأدب والأخلاق، الأدب القرآني الرباني والأخلاق القرآنية الربانية. ابتدأها الله عز وجل بهذا النداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول العلماء أهل البصيرة بأن القرآن وصور القرآن موصولة بعضها ببعض، فقبل سورة الحجرات سورة الفتح، سورة الفتح، سورة الفتح تناولت قضايا المسلمين وقت الحرب، وقت المواجهة مع الخصم، وجاء فيها تعقيبات على صلح الحديبية، وكيف أن المسلمين في وقت الصلح تحركت نفوسهم غضباً لهذه الأحكام التي في ظاهرها الجور والظلم للمسلمين، حتى بلغ الأمر أنهم لم يوافقوا أن يكتب سيدنا علي هذا بين محمد رسول الله. قالوا والله لو نعلم أنك رسول الله ما كان ما بيننا من شيء، امحوا هذه. سيدنا علي قال لن أمحوها، سيدنا رسول الله قال أرنيها، حط يده عليها كذا ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيه جور خطير جدا على المسلمين، يعني من جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما على النبي أن يرده إليهم ولا يقبله، جاء مسلما. وعلى العكس من عاد من عند النبي من عند المسلمين وذهب إلى المشركين لا يردونه بالمثل إلى سيدنا النبي. سيدنا عمر يعني قال يا رسول الله، وهي قالوا لهم أنتم لن تتموا عمرتكم وقد أحرم المسلمون، لن تتموا عمرتكم هذه المرة، ترجعوا دون إتمام العمرة. فشق ذلك على المسلمين وأشاعوا أن سيدنا عثمان قتله المشركون بمكة، قتله المشركون بمكة، يعني أسباب الاستفزاز كانت قوية جدا، لدرجة أن تحركت نفس سيدنا عمر وجاء وعلى صوته على النبي وقال يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على الباطل، لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، ليه كذا؟ أولسنا على الحق وهم على الباطل يا رسول الله. وده اللي قلته لك في المرة اللي فاتت، إن في البصيرة العلاقات الدولية وبين الأقوام لا تتحدث عن الحق والخير والعلاء المصالح، والقوة قبل الحق، اللي ليه قوة بيفرض قراره. فكان النبي يعلم قدر القوة التي هم فيها فهادنهم وعاد حتى كون القوة. وسيدنا أبو بكر أمسك بسيدنا عمر وقال يا عمر إلزم حدك واعرف غرزك، إنه رسول الله. يعني إيه إنه رسول الله؟ لا يتحرك ولا يتكلم من عنديات نفسه وإنما بالوحي. سكت. ما نزلت بقى سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعيد هذه الصلح، جاء سيدنا عمر وكأنه كان يعتذر لسيدنا النبي، قال يا رسول الله أوفتح هو؟ يعني الصلح ده هيبقى سبب في الفتح؟ قال له نعم يا ابن الخطاب. شوف النبي بينظر إلى العاقبة، ما تبصش للحدث وقت الحصول لكن اقرأ العواقب.
وعاد النبي وكون قوة عظيمة، ثم عاد إلى مكة ليقول كلمة الحق، وأصبح فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللي حصل ده كله له صلة بصورة الحجرات. إن كانت صورة الفتح تتحدث عن هدي الله للمؤمنين في أوقات الشدائد والحروب، فإن صورة الحجرات جاءت لتتمم عن هدي الله وأدب الله للمؤمنين في وقت السلم، لأن للحرب لغة وللسلم لغة، فجاءت بهذا البيان. وما من شك كأن القرآن يبني، خلي بالك، كأن القرآن يبني بهذا التراكم المعرفي، البناء النفسي والمعرفي للمؤمن إذا صار مع القرآن صورة صورة. كل صورة تبني فيك وعيا، تبني فيك فهما، تبني فيك حقيقة إيمانية، حتى إذا ما أتممت كتاب الله عز وجل وإذ بك قد تم لك البنيان الإيماني بحقائق الإيمان التي يرضاها الله ورسوله. جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا بوصف الإيمان وبالتعبير بالماضي لتأكيد وثبوت الإيمان عندهم، وفي هذا تمهيد وتوطئة وتهيئة للمسلمين أن يكونوا أهلاً للآداب التي يكلفهم الله بها بعد ذلك. لأنك ترى أن النداءات الإيمانية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إما تدعو إلى فضائل وآداب وقيم وعبادات، وإما أن تنهى عن رذائل وشرور، يعني تكليف، تكليف افعل ولا تفعل. فحين يخاطبهم الله بوصف الإيمان هذا فيه تمهيد وتهيئة وتوطئة لأن يكونوا أهلاً لهذه الآداب، يعني يليق بكم أن تتخلقوا بهذه الآداب لأنكم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، وفي الحقيقة هذا هو أكرم نداء ينادى به الإنسان المؤمن. إن كان كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي، يعني أنا وأنت كون يعمل في مؤسسة في مكان، وبعدين أكبر مدير في هذه المؤسسة يناديك وأنا موظف كذا، فأقوم أنا أرتب نفسي وأسعى جاهدا إلى هناك، وبعدين أقول لزميلي وما سألني أحد، أصله سعادة الأستاذ عايزني، أحد يسألك؟ ما سألك أحد، لكنك تستشعر الفضل وتستشعر القيمة في هذا النداء. فما بالنا إن كان المنادي هنا هو الله عز وجل، ربك يناديك، هل استشعرت هذا الفضل وهذه القيمة؟ ولذلك صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الشيخ بيطالبنا طبعا ان احنا نعلن ونقول صلى الله عليه وسلم، وده اهل القرآن سيدنا الشيخ طلب علمنا ان السر بالسر، هذه القاعدة، والجهر بالجهر، اذا ذكر سرا فسرا وان كان جهرا فجهرا، ونحن نذكره الآن جهرا، مش كده برضو؟ إذا هيكون حد مكسوف ولا حاجة؟ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. الأمر الوحيد يا أحباب الذي بدأ الله فيه بنفسه، في إن الأمر ده أول من يقوم به هو الله، وسنى بملائكة قدسه، ثم أمر المؤمنين من إنسه وجنه بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فقال إن الله، أدي بدأ بنفسه، وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرك مرة تانية وتالتة وهندخل في الصورة، الصحابة فرحت حين ذكر الله هذه المنزلة العالية الغالية لسيدنا رسول الله، أن الله يصلي عليه، أن الملائكة تصلي عليه، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه. شو بقى المؤمنون الصادقون صحابة سيدنا رسول الله، عينهم على الآخرة وعلى الثواب، على المنازل العالية الرفيعة، فتشوفت وتشوقت نفوسهم وقلوبهم إلى أن يكون لهم شيء من الخير من هذه المنزلة. إيه هي بقى؟ إن ربنا يصلي عليهم والملائكة تصلي عليهم. فجاءوا إلى النبي بعد نزول هذه الآية، يا رسول الله فرحنا، هذا خير من الله لك عميم، فهل لنا إلى هذه المنزلة وإلى هذا الفضل من سبيل؟ فيه سكة، فيه سبيل، ناخد حاجة من الخير ده وربنا يصلي علينا والملائكة تصلي علينا. شوف المطلب. والنبي لم يجب، لأن النبي لا يجيب من عنديات نفسه، مصدر المعرفة عند النبي الوحي. بعدها بأيام يسيرة نزل قول الله تعالى في سورة الأحزاب أيضا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنكمل بس خلي بالك دي، طب اذكروا يعني اذكروا الله، قل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، أي ألوان من الذكر، اقرأ القرآن إلى آخره. لكن ما معنى ذكرا؟ اذكروا ذكرا. أبو محمد، ايه معنى يا حبيبي لما ربنا يقول لك اذكر ذكر، اذكر الله ايه؟ ذكرا. يبقى مش اي ذكر، ده بيبين نوع الذكر، الذكر اللي يعني الذي تم حضور القلب فيه، حضور العقل فيه، الخاشع الخاضع لله، ليس ذكر اللسان فقط بل ذكر القلب والعقل والجوارح مع الخشوع والخضوع لله العلي. مش أي ذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيه؟ ذكرا، بالبلد كده اللي هو الذكر التمام، تمام الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيه؟ ذكرا، مش أي ذكر. وبعدين كثيرة وكثير كمان، يبقى عندنا ثلاث حاجات. ايه هم بقى؟ اذكروا ذكر الله، ذكرا يعني نوعية الذكر، الذكر التام الحاضر الخاشع بالعقل والقلب والجوارح. وده يلزم انك تتعلم معنى الشيء اللي بتذكر بيه عشان تقدر تستوعبه وتعيش معناه. وبعدين يبقى كثيرا. طب وإيه كمان؟ ويحدد نوع من الذكر لا تغفل عنه في يومك،
في صباحك ولا مسائك، وهو إيه؟ وسبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح ذكر، لكن خصص ونص عليه لأهميته. لا يمضي عليك يوم إلا وأنت في هذا الذكر تجعل شيئا منه للتسبيح. صلي على النبي. أسيادنا أهل التفسير والعلماء من السلف الصالح يقولوا إيه بقى؟ احفظ العبارة دي، يقولوا هاتان الآيتان كانت بمثابة التعليل لما بعدهما. يعني أنت قدام سبب ونتيجة، إذا عملت ده تحصل على النتيجة دي. طب إيه النتيجة اللي بعديهم؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هم طلبوا أن ربنا يصلي عليهم، فقال لهم لو عملتوا كده أدي اللي سألتوا عليه سيدنا النبي، أدي السبيل الذي يجعل الله عز وجل يصلي عليك والملائكة تصلي عليك، وإيه كمان؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الحاجات اللي وقف قدامك، عادة مش كويسة، أشرب سجاير مثلا، بأخر الصلاة مثلا، أي حاجة أي حاجة، وانت كل ما تبطل العادة دي ترجع نفسك تغلبك تاني وتسقط. كل ما تبطل وتمشي هتعدي ترجع تاني. أمي يقول لك بقى انت بنفسك مش قادر، مش كده برضو؟ انت بنفسك كل اللي بتحاول وتيجي تسقط تاني، مش قادر، انت عايز حد يعديك بقى. صلى على النبي، خلي بالك من المعنى ده، انت بنفسك مش قادر، انت عايز ايه؟ حد يعديك. واحد يقول انا مش هنفعل تاني، ما بنفعل، بغضب واشتم وبرجع ببقى نادم وزعلان من نفسي، وبعدين يعملها مره واثنين وثلاثه ويرجع يزعل من نفسه. يبقى انت عايز حد يعديك من الحاجه اللي مش كويسه انت مش راضي عنها، او المنزله اللي انت عايز توصلها ومش قادر توصلها، عايز انت دعم الهي، عايز معونه ربانيه تاخدك كده وتحطك فيها، فضل ونعمة. يا ربنا يقول إيه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أخرج يخرجوا، أنت ما بتخرجش بنفسك، مين اللي هيخرجك؟ ربنا. طب وده بتقولوا ليه يا داود؟ علش ربك بيعدل الموضوعات يا سيدنا. صلي على النبي. ليه كده؟ يخرجكم، أخرج يخرجوا، لأن في الحقيقة كثير من الناس لا تنقصه المعرفة. والله هو عارف، عارف ان ده غلط وده حرام وده ما يصحش، وبيبقى زعلان من نفسه وعايز كمان يخرج من الحكاية دي. يبقى ده عايز معونة ربانية. يقوم تيجي الآية دي، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الدعم الرباني. ومن هنا المؤمن الصادق إذا أحب أن يفوز بالدعم الرباني، تاب مثلا عايز تتجوز، والله أقسم بالله أن هذا الكلام حق وأن هذا الكلام صدق وأنا عشته، والفلوس قليلة، عايزين مبلغ كبير، طب خليك بالذكر. في ذكر كده؟ أيوة فيه، مش دروشة، لا مش دروشة، ده يقين أكثر ما أنا شايفك قاعد قدامي، وأقسم لك بالله عز وجل. سيدنا الشيخ يذكرنا في آخر سورة نوح، ربنا بيقول إيه؟ فقلت استغفروا، قول معايا، ربكم إنه كان غفارا. خلي قلبك ينور لما كلامك يجري كده، كلام ربنا يجري على لسانك. فقلت استغفروا ربكم. ربكم ما قالش الله، ليه؟ ربك، الرب هو المنعم المتفضل اللي فيه إنعام وتفضل ويربيك ويمدزك بكل خير. الله فيها معنى الألوهية والعظمة وكذا، يقول ربكم.
فقلت استغفروا ربكم، ربكم يعني الذي أنعم عليكم وتفضل بالإيجاد والرزق والصحة، حبيبك يعني صاحب كل خير ليك، فقلت استغفروا ربكم. شو بقى تأكيد؟ إنه كان حتى لغوية هنا بقى كده لطيفة، هو كان مش فعل ماضي؟ ما تردوا علي يا أحبابي، كان فعل ماضي؟ يعني لما أقول كان فلان كريم بعدين فلوسه قلت، حصل له يعني شدة اقتصادية فمنعته من الكرم، فكان دي كان إيه؟ في ظروف مضت لكن لا تعني الآن. لكن لما نقول وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال، أما لما بتيجي كان في الأسلوب العربي البليغ في مثل هذه المواطن جاي لإفادة معنى بلاغي عظيم في حق الله عز وجل، بشوقك ليه وعايزك ما تنساهوش أبدا. أما ربنا يقول وكان الله عليما حكيما، كان ولا يزال، غفورا رحيما، كان ولا يزال، أما كان جاي ليه؟ قال بقى قول معايا كده، لإفادة، قول ورايا لإفادة، لا مكن الكلام كده، لإفادة أزلية الحدوث من الأزل وربك غفور، من الأزل وربك عليم، من الأزل وربك رحيم. إذن كان جات ليه بقى؟ لإفادة إيه؟ أزلية الحدوث، قول معايا، كان جات ليه بقى؟ لإفادة أزلية الحدوث من الأزل وربك غفور، من الأزل وربك رحيم. سبحانه جل جلاله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان، هو معروف من الأزل إنه غفار، بيطمعك بيعشمك إنه كان غفارا. طب لما تستغفره بقى يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مضرارة، مش حاجة قليلة، لا ده بوفرة، يعني ده كناية عن وفرة الرزق. انت طالب 100 ألف 100 مليون هيجي لك أكتر كمان. اسمع، يرسل السماء عليكم ويمددكم، ما قالش ويمدكم، خلي بالك، قال يمدكم وإنما قال إيه؟ يمددكم، يعني تكرار الدال هنا إيه؟ لتكرار المد، لتكرار العطاء، هيديك مرة بعد مرة، هيديك إيه؟ مرة بعد مرة، ويمددكم إيه؟ بأموال إيه؟ وبنين، وبس كده؟ ويجعل لكم إيه؟ جنات ويجعل لكم أنهار. هل يعجز إنسان عن إن لسانه وهو مروح كده يستغفر، رايح الشغل يستغفر؟ خلي كل أوقات فراغك استغفر، وشوف الخير اللي هيجي لك، شوف الخير اللي هيجي لك يا مولانا. بس مش استغفر لي بقى 50 مرة، لا لا لا، نعرف ناس بتستغفر خلاص بقى لسانها واخد وهو ماشي كده يستغفر في أي حتة، يستغفر لسانه بقى رطب بذكر الله سبحانه. شو بقى الذكر ده هينقلك للخير كله. المؤمنون دول أهل الخير والبركة، وإحنا عايزين ربنا يحققنا بحقائق أهل الإيمان، فربنا بينادي يا أيها الذين آمنوا، ويجي أول أدب بقى، عشان لما سيدنا النبي يشير بحاجة ما حدش يقوم ويقول يصح ما يصحش، أنرضى الدنية في ديننا، لا لا، ما هو الصحابة ما لم يصبحوا صحابة في غمضة عين وانتباهتها، لا، خدوا في حجر التربية بين يدي النبي مسافة من الوقت، أيوة، تربوا بين يدي النبي وأصلح فيهم وأرشد سيدنا النبي والوحي. ربنا بيقول إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،
ده أول أدب مع الله، والأدب ده تنشأ منه كل الآداب في الصورة. ما يصحش المؤمن الصادق يتقدم برأي أو باقتراح أو بهوى نفس أو برغبة على هدي الله عز وجل. لا، لا تقدموا، ده الأدب مع الله. إياك أن تقترح على الله اقتراحا. أما لما ربنا يقول إيه سمعنا وأطعنا، ده المؤمن الصادق. طب ليه؟ صل على النبي. أنا هقول لك على حاجة وقول لي كده نناقشها سوا. أنت بتسمع وتطيع اللي أكتر منك في العلم. يعني الطبيب ربنا يجزي خير أروح له يكتب لي تذكرة دواء روجيتا كده، مش كده برضو؟ وأنا لا أسأله طب ده بيتفاعل إزاي وده عناصره إيه، أنا ما أعرفش، ليس عندي معلومات، ليس عندي علم. فأنا بسلم لعلمه، بسمع لفارق العلم، مش كده برضو؟ المحامي يقول لي لا أنت تعمل كذا وتقول كذا وأتبعه. ليه؟ لأنه أعلم. يا أخي ده أنت سلمت لمن هو الأعلم من نظيرك مخلوق زيك، فما بالك بالخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مش كده برضو؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا كان ما عندكش معلومات وما عندكش معلومات كاملة ما بتقدرش تاخد قرار في حاجة، مش كده برضو؟ طب ربنا يعلم السر وأخفى، علام الغيوب. يبقى لابد مع ربنا سمعنا وأطعنا. أنت عبد وهو رب، أنت في حضرة الملك، أنت في حضرة الخالق جل في علاه. إلزم حدك، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي. ولذلك نقول بعض أحبابنا وإخواننا يتعالموا على الله كده ويقول لك هو إحنا يعني لو في الميراث قلنا مش للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى غيرنا القرآن؟ لا أبدا، أنت مالكش دعوة أساسا خالص بالمنطقة دي، دي منطقة مقدسة الذي يقول فيها هو الملك والذي يشرع فيها هو الملك. وبنقول لي بقى اللي بيكتبوا وبيعملوا والله احنا بنحب الخير ليكم، ما تشغلوش نفسكم بقضايا الدين، لأن الدين تم وكمل من لحظة نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام. سيدي اكتب لنا في الدنيا، هي اللي ناقصة عندنا، بنحتاج علاجهم ومش كده برضو، نحتاج التكنولوجيا بتاعتهم ونحتاج دي الدنيا اللي عندنا ناقصة، يا ريت نجتهد ونكملها سوا. إنما الدين تم وكمل، والدين مصدر المعرفة فيه، احفظوا دي، الوحي، لأن العقل مخلوق والله خالق. العقل مخلوق والله إيه؟ والعقل يخطئ ويصيب، مش كده برضو؟ ممكن واحد يصمم برج ويوقع من كل 1000 برج حتى، إنما نسبة الخطأ موجودة. ممكن واحد يعمل عملية كان مش عامل احتياطات لأشياء معينة فيموت المريض، ممكن، يعني نسبة الخطأ موجودة. لكن مع ربك الكمال كل الكمال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المؤمن مع هدي الله سمعنا وأطعنا، ده الأدب مع الله، إن الله سميع عليم. يعني ليس هناك من هو في علم الله،
وبعدين يجدد الله النداء. ليه يجدد النداء؟ متى وانت بتتكلم مع واحد حبيبك او اخوك في قضية تعيد بتقول له يا سيدنا الشيخ، ما انتوا بتتكلموا، اللي بيخليك تجدد النداء تاني؟ لفت انتباه، تأكيد أهمية الكلام، في كلام مهم عايزه ياخد باله منه، يا فلان، يبقى تجديد النداء لأن فيه تنبيه جديد، لأن فيه معنى جديد، لأن فيه أدب جديد، لأن فيه قضية مهمة تانية. إيه هي بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. خلي بالك احنا ناخد من ده ايه؟ ما نرفعش صوتنا على سنته. في ناس بتتطاول على سنة الحبيب النبي، والقرآن هو اللي أمرنا أن نأخذ بها. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، مش كده برضو؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أيوة، يعني السنة بيان لإيه؟ للقرآن. القرآن يأمر بالصلاة، طب كيف نصلي؟ السنة تبين. يبقى هنا منطق الأسوة والقدوة يجب أن نحافظ عليها، والتعالي والتعالم على السنة وعلى هدي سيدنا رسول الله يجب أن يراجع الإنسان نفسه من هؤلاء أو من هؤلاء، لأن الله قال ألا نرفع صوتنا فوق صوت النبي ولا تجهروا به بالقول إلى آخر الآيات. يبقى دي كم نداء إيماني دلوقتي؟ الثالث بقى يكرر النداء، يجدد النداء لأدب جديد، لمعنى جديد، لقضية مهمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. يبقى بعد الأدب مع الله مع سيدنا النبي جاء الأدب بين إيه؟ في أدب يخص مجتمع المؤمنين. خلي بالك في وقت الأزمات، الأزمات تضار بإيه؟ بالشائعات. تاني، الأزمات تضار بإيه؟ بالشائعات. يعني مثلا وقت انتخابات تكتر الشائعات، وبقى صناعة الزيف والكذب بقت احتراف وليها أساليب عندهم. والنهاردة على الجهاز اللي انت بتشيله ده بقى النهاردة عليه يعني كذب ممنهج، شائعات ممنهجة، تعمل ايه بقى؟ تشككك في دينك، تشككك في احوالك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها ليك وما الى ذلك. فكل ده ينبغي ان تحذر منه. مش كل حاجة تعمل عليها اعجاب وايه تاني ومشاركة وايه تاني وتعليق، في حاجات تاني؟ كفاية دول. انت تعرف ايه اللي انت اعجبت دي وعملت بيه كده؟ لا لا، ده قبل ما تعمل كده اسمع الكلمة دي، القرآن عايزك تعمل فحص للخبر ده، فحص للمعلومة دي، عشان تكون المعلومة دي ضد نفسك وضد بيتك وضد وطنك وضد دينك. لا لا، لازم تعمل ايه؟ فحص. مش احنا بنعمل كده عشان لما نتأكد من حاجة جيالك بتعمل لها فحص؟ اعمل لها فحص. اهو ده هو هدي القرآن، ان جاءكم فاسق بنبأ تبين، اعمل لها فحص الاول، شوف ما تخليش حد يضحك عليك. واحنا في حاجة الى ذلك، لان كم من شباب يغرر بيهم بسبب الشائعات وصناعة الزيف والتشكيك في الدين. النهاردة لما يبقى عاملين جامعة في إسرائيل
اسمها الجامعة الإسلامية. اسمها الجامعة إيه؟ الإسلامية. وعاملين موقع دولي خطير، مش هقول اسمه لحسن لو قلت اسمه كلكم أصلاً واحد تكتبوا عليه وتدخلوا. أحب استطلاع. وده محتشد لي مليارات وأسزة من كل جانب. طب الجامعة الإسلامية دي يعني من جاب التعاطف والتراحم عشان يبقى مودة مع المسلمين ونعيش مع بعض وكده؟ لا. الجماعة الإسلامية دي بيخشها الناس المسلمين؟ لا. أمال هم بيخشوها ليه؟ قال بقى عشان يعرف يشكك في دينك ويعمل الحاجات اللي ضد دينك، فعمل جامعة كده بس يسميها اسم مزيف، يقول لك الجامعة إيه؟ إسلامية. أنت يتكلم يقول لك يا أخي ده أنا عامل جمعية جامعة إسلامية عندي. شفت قد إيه؟ وعامل موقع باسم عظيم إحنا بنعظمه كله، وتدخل عليه. أنا بقول كده عشان الشباب، مش أول ما أنت داخل مش هتلاقي شتيمة، هتلاقي تعظيم للقرآن وتعظيم للنبي وتعظيم للسنة. عارف الطعم بقى اللي بيشدك كده؟ يشدك. وبعدين هو بيشدك كده بقى يروح ايه؟ رميلك كم سؤال كده، كلهم سم وكلهم تشكيك. وبعدين يروح يجيب لك بعض المواقف المزيفة ويقول لك ده حصل كيت وكيت 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 وكيت. لذلك بقى ربنا بيقول ايه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. النهاردة الفاسق ده تطورت صورته، ما بقاش بقى شخص، بقى ممكن يكون موقع وممكن يكون تطبيق. النهاردة مش عارف إن كان مناسب إن أنا بوعي الشباب تقبلوا مني الكلام ده ولا لأ. النهاردة لو أنت بتتابع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في لغة البرمجة، برمجة الكمبيوتر. الكمبيوتر يا أحباب الولادة بتاعته كانت عربية ولا إنجليزية؟ اللي ولدته الحضارة العربية ولا الإنجليزية؟ اللي اكتشفوا يعني الولادة الاكتشاف الإنجليز ولا العرب؟ الإنجليز. فصمموه التصميم والحروف والبرمجة على الإنجليزية. فإزاي تخرج من القيود دي؟ عايزة جهد من العرب. جهاز الكمبيوتر لما تكلمه كده بلغتي ولغتك ما يفهمكش، لازم عايز لغة وسيطة اللي هي لغة البرمجة، اللي هي لغة إيه؟ أسلافك كانوا عظماء أسهموا في البرمجة دي. تاني، أسلافك كانوا عظماء أسهموا في البرمجة دي. مين يسمع بالعالم الخوارزمي؟ حد قرأ عنه؟ مش كده برضو؟ عالم رياضيات. مين اللي اكتشف الصفر؟ الخوارزمي. انت تعرف لغة البرمجة الصفر شيء أساسي فيها في لغة البرمجة، وهو اللي وفر في الرياضة. واقرأ بقى عن الفتح اللي بقوله لك ده. النهاردة لغة البرمجة تطورت وبقت أجيال، أفزت لما بقت ذكاء اصطناعي. يعني ذكاء يعني عايز يخلي الآلة تفكر ليك. فقالوا طيب تفكر وتحت سيطرة الإنسان، ولا ممكن التفكير ده ان هي تخرج عن السيطرة وتبدأ تعمل حاجات ضد الإنسان او بحريتها بدون إرادة الإنسان؟ قالوا في الحقيقة الأجيال الجديدة في تخوف ان هي ايه؟ تخرج عن السيطرة. ولذلك بقول لك النهاردة عبر الفضاء الرقمي انت بتحارب بحاجات قد لا يخطر على بالك بيها. لذلك احنا بننبه شبابنا، يا اولاد اتجدعنوا، يا اولاد خدوا دوركم في العلم، يا اولاد الذكاء الاصطناعي ولغه البرمجه افزت طفرت طفرات خطيره جدا جدا جدا. ده كله يخليك تمهل، لا تندفع، افحص الخبر، تبينوا كما قال القرآن. تبينوا. في قواعد كنت أقولها للطلبة عندي كده،
أقول لهم قواعد السلامة في القرآن والسنة للسلامة من الشائعات، ومش الشائعات بس، أنت لو مدير مؤسسة وبعدين أنت عارف بيبقى فيه منافسات، ده تطبيقات عملية مهمة نقولها على الآيات، في منافسات بين الموظفين، فممكن واحد يجي يقول لك خبر يعني يودي الدنيا في داهية، مش كده؟ هل أنت تقيم تبقى مندفع وتأخذ القرار؟ أو يقول لك فلان تعرف عمل كذا وتضيع الدنيا، ويمكن فلان ده بريء، ويمكن فلان ده هو الإنسان الشريف، يمكن الإنسان ده هو الإنسان الكويس، وانت بتخسره وبتخسر المؤسسة جهد الرجل الشريف الكويس ده. يقول لك لا لا لا، ما تمشي معلوماتك على شائعات، افحص ودقق ويبقى عندك معلومات حقيقية وعندك معلومات ايه؟ ادي اللي عاوز القرآن يقوله. ليه بقى؟ يقول لك خلي بالك بيهددك بالخسارة لو انت اتبعت الشائعات، ان تصيبوا قوما بجهالة، وكأنه في حرب وإصابة وجرحته، فقال تصيبوا ان تصيبوا قوما بجهالة وانت مش واخد بالك بهدلت الدنيا، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وامشي شوية كده وربنا يجدد النداء تاني. احنا خدنا كم نداء الوقتي؟ ثلاثة. النداء الرابع بقى بيجددوا عشان يقول لك ان بيئة المؤمنين فيها امن اخلاقي، فيها امن ايه؟ فيقول لك يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. ربما التفاضل في امور الدنيا يا أحباب يؤدي إلى التعالي، يعني مثلا واحد بطل رياضي كبير، واحد رحلاتي ماشي كذا جنبه وبص له كذا إذا يعني واحد عنده أموال كثيرة، واحد يروح يشتغل إذا هذا. أحكيكم مرة من النماذج اللي قابلتني في كذا، كنت بخدم في الحج أيام الشباب، وبعدين جينا وإحنا في منى شخصية منتفخة منتفخة جدا، بعدين أنا يعني مع ربنا قلت له يا رب أنا طالع خدام، خدام لمين؟ لضيوفك. والله كان يصل الأمر يا أحباب إن أنا لما يجيني الهاتف يقول لي مش طلعت خدام يا ابن داود؟ أقول له آه كده، بيني وبين نفسي رتب الأحذية للناس قدام الخيمة، أمسك الأحذية رتب، مش قلت خدام حق الخدمة هي بس بالكلمتين اللي فيهم ناس يقولوا يا سيدنا الشيخ وكذا، لا حقق القدمة، كنت أعمل كده. بعدين جينا في منى جاء واحد جاب الإداريين قال له تعالى، إيه ده؟ وإحنا نروح ونرمي وكذا، ده سلط، ده حصى ملوث، ده كذا، إيه ده؟ ويعني إحنا هنبلي لك حاجة للرقم خاصة بيك، ولا هنعمل لك حاجة خاصة بيك، ما هو يعني أنت مع الناس يعني، وأنت مع أكثر من 70-80 دولة بيحجوا وثقافات مختلفة وبنتحمل بعض وكده، مش كده برضو ولا إيه؟ يعني عايز أتصدر شوية. بعدين دخلت عليه قلت له سعادة البيع، قال لي عايز إيه؟ قلت له أصل أنا جاي أخدمك وأنا بعتذر إن أنا قصرت في خدمتك. قال لي شفت؟ قلت له ما يصحش، الحصى ده انا اللي اغسله بنفسي، خدته وغسلته، قلت له انا طهرته بديتيول وكذا وجبته وكذا وكذا، وبعدين في رخصه في الشرع ان انا ممكن توكلني واروح ارمي لك عشان سيادتك ليك قدرك ومقامك وما يصحش تتعرض للزحمه والزنه. قال لي ممكن؟ قلت له ممكن ممكن يا باشا وكذا وكذا، انت خدت بالك؟ وبعدين قعد يتكلم ويروح ويجي. والله انا قعدت قلت لهم مالكوش دعوه، ده عندي انا مالكوش دعوه انتوا بيه. قعدت كل ما يقول حاجه اقوم انا امجده واديله نفوس يعني تشرب وتديله كده، وقلبي خلي بالك في الذكر، في الذكر، مش ان ربنا يعاقبه، ان ربنا يهديه، لانه في رحاب طاهر وفي النهايه جه ربنا وجاي حج. وبعدين الناس وانا رايح المير وبعضهم جاي قال لي انت ازاي كده وتسمح اني هزقك وتسمح؟ قلت له مين قال لك هزقني؟ ما هزقنيش،
قال لي ده غلطان. قلت والله ما غلطان. قال له مال مين الغلطان؟ قلت لهم الشيطان هو المخطئ. المخطئ مين؟ الشيطان هو المخطئ. رحنا رمينا وجينا، وأنا بقى قدرت ممكن يكون عنده الكبد والإنزيمات مرتفعة، ممكن يكون عنده الضغط، يعني بنعذر بعضينا يعني، انت خدت بالك؟ وقعدنا في التسبيح والذكر ندعي له بالهداية من وراه. وبعدين بقى خلينا له أوضة لوحده وفيها كل الخدمات، واحنا بقى مزنقين وفي الحتة التانية. وجينا قلنا لهم تعالوا نقولوا بقى الدرس الذكر بعد العصر، ما صلينا العصر وفي منى، نسأل الله ربنا يوعدنا وبقى خدامكم هناك، أسوي لكم الأحذية قدام الخيمة إن شاء الله. أنا بقول لك التطبيقات دي لأن دي حقائق إيمانية. الحكاية مش كلام، والله إحنا طبعا عارفين أيام منى ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد الله أكبر الله أكبر، ما خلصنا الذكر والصلاة وقلنا الدرس إلا والإناث جاي واحدة واحدة واحدة. ليه يا شيخ الكلام الحلو اللي أنت بتقوله ده؟ قلت الله أكبر، النور وصل، الهداية الربانية وصلت، كل شيء تغير، السب تغير والاعتراض تغير والدنيا تغيرت، هي لمحة هداية، هي لمحة نور، هي لمحة عطاء يكرمك به المولى. يحصل إيه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويا محلى النور لما تدخل يا سيدنا. الله، النور ده بيغير حاجات كتير يا أحباب. سامحوني ببعض التطبيقات دي. راجل طيب، راجل طيب زي حضركم، فجينا يا سيدنا عاملين مائدة في مسجد زي مسجدكم كده، وبعدين كان في حتة جديدة مش عمار زيكم كده وناس صالحين كده معمرين المنطقة، لا حتة جديدة حواليها زرع وبعيد ومعمار جديد وكده. فقلنا الناس اللي بتشتغل في المعمار طبعا مش في بيوتها، فبيبقى من المناسب ان احنا نخدمها ونجيبها تفطر، بس مع الفطار عايزين نعلمها حاجة، نديها ذكر، نعلمها وضوء، نعلمها صلاة، خدت بالك انت؟ كانت فكرة حلوة. فجينا احنا بقى ايه اللي معاه الليسانس واللي معاه دعوة ومعاه كذا، نيجي نقول الدرس بطريقتنا بقى انا وسيدنا الشيخ، قال الله وقال الرسول وآية وحديث، والجماعة دول قاعدين مش فاهمين حاجة. فقلنا احنا عايزين حد بسيط يكلمهم بلغتهم هم عشان يفهموا، عشان يقوم يبقى ايه فاهم. فجبنا واحد بسيط قوي، بسيط جدا، لا بيقرأ ولا بيكتب، هو اتعلم بالسماع من المشايخ، خلي بالك الهداية الربانية. وبعدين قعد يتكلم، كلامه بقى حلو ليا يعني، انا جاني الشوق ان اسمعه. وبعدين بقول له يا فلان، شوف لما ربنا يعلمك خلي بالك يا سيدنا الشيخ، بقول له ده كلام ايه الحلاوة دي؟ قال لي مش مني. قلت له منين؟ قال لي من ربنا، من ربنا. انا عايزك تخلي بالك الحتة دي من ربنا. اما تبقى موفق وعندك تجارة وماشية ما تقولش انا عملت، ربنا اللي بيعمل، خذ ربنا معك في كل حاجة، ده من توفيق ربنا. والله كان يشوفوا كده المسألة عمرانة وماشية، انت قلت لا 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 ربنا، انا ما بعملش حاجة، ربنا اللي بيعمل. انتوا لا ربنا اللي بيعمل، ربنا. امال ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تخليش نفسك قبل ربنا، تبقى حجبت نفسك وعمرك عن الفضل الالهي. الله الله. وخليك مؤدب مع سيدنا النبي، مع سنة سيدنا النبي، وما تخليش حد يضحك عليك، افحص النبأ تبينه. والتبين ده لأن دلوقتي فيه مواقع إلكترونية وفيه ذكاء اصطناعي وفيه أساليب الزيف، بقت صناعة ومهارة يجب أنك تكون واعي ليها.
ده درس عظيم في سورة الحجرات يتجدد مع الزمن. وبعدين بين المسلمين وبعضهم بقى، لو شفت اتنين بيتخانقوا حاول تصلحهم. بس القرآن وهو بيعبر هنا عبر تعبير سيدنا الشيخ، يسمح لي أقول فيه لمحة كده، بيقول وإن طائفتان، الله يبارك لك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اثنين اتخانقوا أو طائفتين أو عائلتين أو كذا، قال إن وما قالش إذا. هو في فرق؟ أيوة في فرق. إذا تكون للشيء الذي سيتحقق، يعني زي ربنا يقول إذا جاءك المنافقون يبقى هيقولك، لما يقولك تعمل كذا. إذا لما يتحقق بعد قوله ويحصل، لكن هنا ربنا قال إيه؟ وإن طائفة ثانية، الواو لأن الكلام موصول في الآداب، إن الدل على الشك، إن حصل كذا تاني، إن حصل كذا، إن لأن الأصل أن لا يحدث، الأصل أن لا إيه؟ أن لا يحدث، فقال لك إن يعني ده من النادر والأصل أن لا يحدث، فاستخدم إن الدل على الشك في الحدوث وإن الأصل أن لا يحدث، فقال شوف دقة القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اقتتلا، لأن ساعة القتال بيموج بعضهم في بعض فلا يمكن أن تميز بينهم. برضو لما ربنا يقول فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، هو إيه القسط؟ مش عدل برضو؟ طيب مش العطف بيقتضي المغيرة؟ لما تقول دخل حاتم وعلي يبقى حاتم غير إيه؟ غير علي، اللي قبل الواو غير بعد الواو. طيب هو ربنا قال إيه؟ أصلحوا بينهما بإيه؟ بالعدل وأقسط. ثم القسط عدل، قال لك مش عدل بس، ده بيصعد المعنى، العدل إن كل واحد يبقى حقه ما يهضمش. أحيانا لما بيبقى فيه صلح الناس تتأثر بأحد الطرفين، لو كان هو من علية القوم أو من جماعة كذا يعني، ها يقول لك لا العدل ما يسقطش، الحقوق تفضل محفوظة. طب والقسط؟ قال لو كان فيه خسائر حصلت تحاول تصلحها عشان تزيل ما بالنفس من آثار، ما يبقاش فيه حاجات بيتة بسبب الخسارة. عارف زي التعبير المعاصر اللي بنقول إيه؟ إزالة آثار العدوان، هدي له حيط يبقى نبنيها، كسر له العجلة نصلحها، كسر كشاف سيارة نجيبه له، أدي القسط. يبقى القسط فوق العدل، إزالة آثار العدوان عشان تبقى النفوس صيفة، فيش حاجة مترصبة. فشوف دقة الكلام الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا من أنتم أهل لهذه الآداب، لا يسخر قوم من قوم. السخرية أن حد يحتقر حد، يتعالى عليه، شوف نفسه عليه. طب بعد كده قال ولا نساء من نساء، ليه مش هو المؤمنون يشملوا ايه؟ الرجاله والنساء. قال لا، اصل قوم يقصد بها في اللغه جماعه الرجال، يقصد بها جماعه ايه، وخصص هنا لان التعالي اللي بيحصل بين الرجاله غير التعالي اللي بيحصل بين النساء، ده نوع وده نوع، فحب يميز بينهم. قد يعلو إنسان فوق إنسان بماله أو بعلمه أو بسلطانه، مش كده؟ طيب جه واحد زي سيدنا الشيخ حكيم، شاف واحد زي بقى عمال يتباهى وكده وعالم، فقال له يا فلان، قال له نعم، اسأل عما بذلك، علامة بقى. قال له عايز أسألك عن آيتين في القرآن،
الأولى. قال له ما قولك في قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ بداية كلها جهل. وبعد سيدنا الشيخ راح سألني سؤال ثاني، وإيه رأيك في قول الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذلي لكي لا يعلم من بعد علم؟ أهو رجع للجهل ثاني والنسيان، مش كده سيدنا؟ وبعدين قال له وما بين جهل البداية وجهل النهاية يقول لأعلم الخلق اللي ربنا إدانه علم المشاهد وعلم الغيب سيدنا النبي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلاص الشيخ عارف بقى ان هو ايه ده، درس للأدب لي انا بقى. ارتدي على ايه؟ حاجة بسيطة، وما أوتيتم من العلم إلا ايه قليلا، وجهل البداية وجهل ايه النهاية. طيب صحة، سلطة، أي حاجة، عز، أي حاجة أنت فيها. طبعا أنا عارف بعض الناس يقول لك من ذكائي، من ترتيبي، أنا حبكت، أنا عملت، أنا ضحيت، أنا. طب وذكائك من مين؟ هو مش ربنا قال وما بكم من نعمة؟ منين؟ ما ترد النعمة للمنعم عشان تبقى في الأصل السليم، ترد النعمة للمنعم تستريح، إيش كده؟ وما بكم من نعمة. يصح حد إن يتعالى بنعمة المنعم على المنعم أم يشكر النعمة؟ فعلامة التعالي. لذلك أهل الله يقولوا إيه؟ علامة التعالي، إن كان الناس كلهم لآدم، والذي فيها شك، إن كان الناس كلهم لإيه؟ وآدم من تراب، من تراب، فعلام التعالي وفيما التفاخر، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ليه بقى؟ شوف ربنا يقول عسى أن يكونوا خيرا منهم. يمكن اللي بتسخر منه هو عند ربنا الأفضل. صحيح لابس أقل منك، صحيح مش في نظامك وقدرتك وحضرتك، لكن رب أشعث أغبر زي تمرين، تمرين يعني ثوبين مهلهلين. ليه بقى يعني ايه تمرين؟ ثوبين مقطعين، فيلبس الاثنين فوق بعض عشان يستروا العورة، يبقى الرقعة دي تسترها دي تسترها دي، ادي تمرين. لا ما فيش حد يهتم لي، لو أقسم على الله لا برة. ايوه، فمن هنا منازل الناس عند الله عز وجل وليست فيما يبدو لك في الظاهر. ما تسخرش من حد، ما تستقلش بحد. يمكن سادتنا أهل التربية لما قال الإمام عبد القادر وكان ماشي في أزقة بغداد، طبعا أهل التربية دول أيام الإمام الجنيد كانت أخلاق وتربية وقرآن وشيء عظيم جدا. فهو ماشي رجل قاعد من أهل الابتلاء، فهم قال له يا عبد القادر أليس الله بقادر؟ قال بلى. بص له كده، فربنا فهم عبد القادر نيته إيه، إني أبتليك ويجعلني مكانك، يعني أليس الله بقادر أن يبتليك فتكون مكاني وأنا أكون مكانك؟ قال الله قادر. وبعدين صمك كده قال له يا عبد القادر أليس الله بقادر؟ قال له بلى الله قادر. وبعدين سكت كده، ففهم أحياناً الخواطر بين الصالحين بتفهم. أفهم سيدنا الشيخ بيقول لي الجملة دي ليه. سيدنا الشيخ لما بيقول لي آية يبقى عايز يعاتبني على كذا أو عايز ينبهني على كذا، ده حاصل إلى الآن يعني. ففي الثالثة بيقول له يا عبد القادر أليس الله بقادر؟ فبكى. فتلاميذه بيقول له بتبكي ليه؟
قال لهم، يقول لي: أليس الله بقادر على أن يسلب منك النعمة ويجعلك في حيرة ونقمة؟ فبكيت. يعني اللي أنا فيه ده فضل ونعمة، اللي أنا فيه ده إيه؟ فضل ونعمة من المنعم. أيوة، وما بكم من نعمة من الله، الحمد لله، مستورة، الحمد لله، الحمد لله. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. اسمع بقى، أنا هديك هدية، هدية عظيمة جدا. من مين بقى؟ من حبر الأمة وفقيهها سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وعن صحابة سيدنا النبي، وعن آل بيت سيدنا رسول الله. هدية اللي هي بقى، شوف الناس بتقرأ القرآن ازاي. ولا تلمزوا أنفسكم. الصحابة جاءوا سألوا سيدنا ابن عباس: يا إمام، اللمز هو العيب، العيب سواء بالكلمة أو بالإشارة. قالوا له: هل يعيب الإنسان نفسه؟ القرآن: ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. هل يعيب الإنسان نفسه؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ إزاي الإنسان يعيب نفسه؟ قال: ألا تتدبروا أن الله قال أنفسكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل إيه؟ فما تشتكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء. فيقول إيه؟ شوف المعنى اللطيف اللي وصل له بالإيمان بالنور. فمتى عاب المؤمن أخاه فكأنما عاب نفسه. تاني، دي لطيفة نورانية من سيدنا عبد الله بن عباس. فمتى عاب المؤمن أخاه فكأنما عاب إيه؟ نفسه. لأن احنا كلنا نفس واحدة. الله يبارك فيك. فمتى عاب المؤمن أخاه، سيدنا ابن عباس يشوف المعاني الإيمانية النورانية، فكأنما عاب إيه؟ تعيفش على حد خالص، تعيفش. بل انت شوف أفضل صفة في أخيك ونادي بيها. يعني مثلا لا يخلو إنسان ومؤمن من صفة طيبة، مش كده برضو؟ قد تجد فيها صفات، من صفة صفات. والحكيم يقول إيه؟ إن تلتمس للناس عيبا، لو أنت عايز تبص فيها دلوقتي عشان تكتشف عيب، أنت مش هتلاقي عيب واحد، أنت هتلاقي إيه؟ عيوب. لكن شوف الحكيم يقول إيه؟ إن تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا، لكن الذي فيك أكثر. تاني، إن تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا، هتلاقي، لكن الذي فيك أكثر. بص لنفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما تقولوش لبعض الألقاب الوحشة، لأن ده ينفركوا، يبعدكوا، يكرهكوا ببعض. لكن الشعب المصري شعب ذوق، ينادي ده باش مهندس، وده يا أستاذ، وده مش عارف إيه. على كل، إن اللقب الحلو بيهيأ ويمهد لإخوانك إن يحبوك ويسمعوا منك. الناس تحب اللي يناديها بكلمة حلوة، مش كده برضو؟ آه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. وبعدين ربنا يجدد النداء. النداء ده رقم كام؟ 5. الله يبارك فيك يا ابني، ربنا يجعلنا وإياك من أهل الجنة. بص: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هو إيه الظن؟ الظن التهمة التي لا دليل عليها ولا برهان لها، يعني مفيش أساس ليه، مفيش حاجة حصلت عشان تظن، ده حاجة أنت من جواك. طيب، ربنا قال كثيرا من الظن، ما قالش اجتنبوا الظن، مش كده؟ وإنما قال إيه؟ إن بعض الظن إثم. طب والبعض التاني مش اسم، اللي هو إيه؟ الخذوا حذركم.
أديك مثال، أنت شفت راجل بيصلي، راجل محمود السيرة، ما شفناش عليه حاجة وحشة، لما ظن به يبقى ده ظن اسم، لأنه أهل الخير لا يظن بهم إلا إيه؟ إلا خير. لكن إيه رأيك في واحد مسجل خطر ومتأكد عند الحكومة مسجل خطر ومعروف في الحتة إن هو ده كذا وكذا وكذا وكذا، تقول ما ظنش به سيء وتسيب الباب مفتوح يروح شايل لك الحاجة ده إنه ماشي؟ ينفع؟ ها؟ ينفعش. أمال ده إيه؟ ده تظن الظن اللي يناسبه. أدي البعض المستثنى اللي هو خذوا حذركم بقى من الناس اللي زي كده. فالمسألة فيها فقه. شفت القرآن عظيم، إن بعض الظن إثم ولا تجسسه. في القرآن في حاجتين، تجسس وتحسس. في إيه؟ تجسس وتحسس. التحسس زي سيدنا يعقوب ما قال لإخوة سيدنا يوسف فتحسسوه. التحسس والتجسس كلاهما طلب الأخبار بلطف وخفية. تاني، طلب الأخبار إيه؟ الأخبار إيه والمعلومات؟ بلطف وخفية من حيث لا يشعرون. بس التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في إيه؟ في الشر. فربنا قال لا تتجسسوا، ما توقعش الناس في شر. احنا بنعين الناس انها تبقى في الخير مش عشان تضرهم. ولا يغتب بعضكم بعضا. سيدنا رسول الله يعلمنا لما سأل الصحابة أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الأدب، أكيد هم عندهم بعض العلم، بس تأدبا مع سيدنا النبي قالوا الله ورسوله أعلم، عشان عارفين مدام النبي سألهم يبقى يريد أن يعلمهم، فقالوا الله ورسوله إيه؟ أعلم. فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك إيه؟ قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما قلتش كذب، ما قلتش غلط، أنا قلت حق وصدق، هو كذا. شفت قد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن كان في أخيك ما تقول، اللي قلته صح وما كذبتش، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. خلي بالك الكلمة دي صعبة قوي، حتى لو فيه، لو فيه. ولا يغتب بعضكم بعضا، عشان ربنا يكرهنا في الحتة دي. ألا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شوف قد إيه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مش كده وبس، سورة الحجرات بتخلي الإنسان المؤمن المسلم ميزان الخير بين البشرية كلها، بين الإنسانية السبحة على الكوكب الأرضي. يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل. هل لتصارعوا صراع الحضارات؟ لا، شوف البديل آمن، لتعارفوا. والتعارف بوابة عظيمة لكل تعاون، لكل خير. إن أكرمكم عند الله، من اللي يقدم خير هو ذا الأفضل، الذي يجعل لك المقدمة عند الله هو التقوى. وهكذا تمضي بنا الصورة. ربما يكون الوقت خدنا، وأنا أشكركم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم عند الكعبة البهية، أن يجمعنا وإياكم في الروضة الندية، أن يجمعنا وإياكم عند حوض سيدنا النبي، أن يجمعنا وإياكم في الجنة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.